صحابي وحبايبي على قناة وجروب مور سيمبل مور كرياتيف. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل الفيري جارد بطريقة سهلة وجميلة وتطلع بالصورة الجميلة اللي احنا شايفينها دي. هنحتاج برطمان ازاز، لو متاح عندك في البيت ماشي او ممكن تشتري من بره. هنمسح كويس بالكحول، وبعد كده هنطبع الورق ده من على البنترست وهنفرغه زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنعمل غراء ابيض شفاف وهنبتدي ندهن بيه البرطمان. هنبتدي نلزق الورق اللي احنا فرغناه، ده زرع المفروض زرع بلاك فرغته. هنزل لكم الفيكتورز على الجروب. زي ما انتوا شايفين ابتدي ادهن بالغرة من تحت ومن فوق. زي ما انتوا شايفين ببتدي ادهن البرطمان كله غرق. بعد كده هبتدي الزق الفري اللي انا فرغتها. انتي ممكن تعملي اي صورة تاني، مش شرط تكون الصورة دي، بس اهم حاجة تفرغيها كويس، تزقيها كويس بالغرة من تحت ومن فوق، وحاول ان الغرة يكون خفيف مش تقيل. ابتدي اكمل واحط الزرع من تحت واظبطه على الصورة عشان تديني الشكل اللي انا عايزاه. بلزق غيرها من فوق، وبعد كده هحط المناديل، مناديل خفيفة، احط غيرها من تحت ومن فوق وابتدي الزقها. حطيت اول حاجة على الصورة، دي مية بخفف بيها الغيرة عشان الغيرة تقيل شوية. احط مناديل زي ما انتم شايفين واحط غيره من تحت. احاول ان الغيره ما يكلكعش، لو كلكع ابتدي امسحه بالميه واحطه تاني. بلزق المناديل زي ما انتم شايفين بالغيره من فوق الخفيف. احط غيره بالراحة عشان المناديل ما تتقطعش. ادهن بالفرشة بشويش بحنية، والمناديل الزيادة دي بشيلها. بخفف بالمية
بحاول الخطوط دي ما تكونش موجودة عشان الخطوط بتاعت الغرف انا بحاول اشيلها اخففها بالمية عشان ما تخليش الشكل مش كويس، عشان يطلع الشكل نقي زي ما انتوا شفتوه. زي ما انتوا شايفين بحط غيره من فوق بالراحة عشان المناديل ما تتقطعش. شايفين الزوايد بتاعت الغيره اللي بتنزل على الاماكن اللي لسه ما حطناش عليها مناديل دي؟ لو نشفت ممكن ان انا بالفرشه والميه ان انا ابتدي ان انا امسحها تاني. بحاول ان انا بعمل مخليش مناديل متلكعة او غيرها محطوط في مكان يعني متلكع، بحيث ان عشان ده هيأثر جدا على الشكل في الاخر. بس وهسيبها تنشف. بعد ما نشفت جبت لون اخضر هبتدي احطه بالاسفنجة على الاماكن الزرع ظل الزرع. زي ما انتم شايفين مش عايزة يعني بحط لون بسيط جدا عشان الشكل يبقى كويس ويبقى في الاضاءة يديني احاء بالخضار. بلاش تدهن بالفرشة او اللون يكون تقيل. وده لون ازرق برضو هبتدي احطه بالاسفنجة من فوق عشان يديني ظل السماء. هو لون ازرق مع ابيض يعني عشان يديني لون السماء. ببتدي احطه من فوق وادهنه برضو بكميات قليلة. بعد ما ادهنه هسيبه ينشف وكده نشف معانا. ممكن ادهنه بعد كده بالورنيش المائي عشان يديني لمعة ويحافظ عليه. ده لمبة اضاءة كانت في لعبة، كانت في فانوس واتكسر فشلتها، فاهو احتجتها هنا بتدي لون احمر وازرق. ابتدي احطها في لزق، الزقها في الغطا بلاستر وعادي جدا ان انا اقفل وافتح بعد كده. اقفل النور او افتحه مشكلة. وزي ما انتم شايفين شكلها نهايته طلع ازاي. يا ريت لو عجبكم الشغل بتاعي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.